بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 129 بعنوان زيارة فضيلة الشيخ صالح ابن غانم السدلان حفظه الله لبيت شيخنا الألباني رحمه الله. تم تسجيل هذا المجلس في 25 صفر 1418 الموافق 29 من الشهر 6 1997 ميلادي. حياكم الله يا شيخ، لكم بخير. والله من المشايخ رويدك، جزاكم رويدك خيرا يا شيخ، كيف حالكم؟ مساكم بخير، نحمد الله. اهلا مرحبا، كيف وراءكم؟ والله بخير، المشايخ شيخ عبد العزيز والمشايخ كلهم بخير، طيبين ان شاء الله، نحمد الله نثني عليه، والشيخ إن شاء الله قوي لا يزال، والحمد لله. بس في الله الحمد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. الله يقويك، الله يقوينا وإياكم في الصحة والعافية. الله يعافيكم أنت شيخ الجميع. يا شيخ نحن استفدنا منك كثيرا، الله يبارك فيكم، هذا استفدنا منك، يعني من فضل الله علينا وعليكم. نعم، جزاك الله، أن هدانا للسنة، الله ووفقنا لخدمتها، بارك الله فيكم يا شيخ. ومنها فهمنا ما نتميز به على كثير من عباد الله الصالحين إذا صح التعبير، ألا بالتوحيد. الله أكبر، لأنه كلامي واضح إن شاء الله. واضح، وهذا واتباع السنة، وهذا السنة فيها كل خير. اتباع السنة يا شيخ، كما تعلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وما ضل من ضل إلا بانحرافه عن السنة. اللهم استعان، اللهم صل على محمد. يا شيخ ناصر، بالنسبة للمقولة تناقلها بعض أهل العلم، إذا قالوا هذا حديث هجر العلماء العمل به، هجر العلماء العمل به. اي نعم، ايه، ايش تعليقكم على هذا؟ والله أولا هذا تعبير أنا ما أعرفه صادرا من عالم، كيف يقال أنه هذا الحديث هجر العلماء والعمل به؟ لكن التعبير العلمي كما هو معلوم عند أهل العلم أن هناك ناسخ ومنسوخ، أما أن يهجر الحديث هكذا كما يهجر العاصي، أقول مخيف هو هذا كلام، هذا يشبه عبارة ذكرتني بها تختلف تماما عن عبارة أهل الحديث الذين يتأدبون بأدب السنة. أهل العلم يذكرون من علوم الحديث علم مختلف الحديث، ويعنون بالمختلف، مختلف الحديث
ما ظاهرها التعارض. نعم. أصحى انتبه. ما ظاهرها التعارض؟ مثلا إنما الماء من الماء، ظاهره إذا مس الختان ختان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. الذي ذهب إليه جماهير العلماء أن الحديث الأول كان في أول الإسلام، صحيح. ثم جاء الحديث الآخر، فهذا نوع من مختلف الحديث. يقول الحافظ ابن حجر الشاهد في كلامه الموجز في كتابه شرح النخبة: إذا جاء حديثان مختلفان ومن قسم المقبول، ومن قسم المقبول، وفق بينهما بوجه من وجوه التوفيق، قال: فإن لم يمكن صير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ، إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ، فإن لم يمكن قدم الأصح على الصحيح أو الراجح على المرجوح. بمعنى حديثان ظاهرهما التعارض، أحدهما حسن والآخر صحيح، ولم يمكن التوفيق بينهما ولا معرفة المتقدم من المتأخر منهما، حينئذ يؤخذ بالصحيح ويترك الحسن لأنه أقل صحة. والشاهد من هذا الكلام كله هو التالي، قال: فإن لم يعلم ما هو الراجح من المرجوح بمعنى تساويا، قال: وكل الأمر إلى عالمه. هذا تعبير أديب ولطيف جدا. أما علماء الحنفية هنا الشاهد ماذا يقولون؟ يقولون: تعارضا فتساقطا، تعارضا فتساقطا. هذا يشبه ما نقلته آنفا. كيف يتساقطان كلاهما؟ لا، لابد من الأخذ بواحد. بما صح وندع ما دونه صحة. وهذا الهجر، هذا الحقيقة. لكن هل عفى الله عنكم، عفى الله عنكم، هل في الشريعة تعارض؟ لا، هو المقصود كما ضربنا مثلا بارك الله فيك آنفا الناسخ والمنسوخ. الناسخ ظاهره ما تعارض، لكن متى يزال التعارض؟ بهذا التسلسل الذي ذكره الحافظ ابن حجر، يعتبر في النهاية الناسخ من المنسوخ. طيب وإذا لم يكن هناك علامة للناسخ؟ ما هو ذكر الحافظ ابن حجر آنفا: وكل العلم إلى عالمه. وهذا في الحقيقة فيه اعتراف بأن الأمر كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا ينبغي للمسلم أن يدعي أنه أحاط بكل شيء علما، لأن هذه صفة خاصة بالله عز وجل. فإذا يعترف ابن حجر أنه قد يكون هناك حديثان متساويان في الرتبة وفي الصحة والقوة، لكن هو أو غيره عجز عن التوفيق بينهما. يعني في ذهنه هو بالنسبة لهذا الشخص الذي نظر، هو هذا. لو غير السؤال عفى الله عنكم، قيل: ما المعروف عند بعض الفقهاء يقول هذا مخالف لقواعد الشريعة. لا، هذا مخصص لقواعد الشريعة. لا، مخالف. نحن نقول مخصص. لا، أنا أريد قولة مقولة. أما إذا مخصص سليم. أنا ما أقول تلك المقولة. لا، نقول نسأل عن رأيكم في يعني. قد قدمت. استقبحتم. قد قدمت رأيي. نحن نقول: ما من عام إلا وقد خصه. أحسنت، نعم، هذا هو سليم هذا. طيب لو غيرنا السؤال عفى الله عنكم وقيل بأن العمل بحديث دون حديث ينتشر في بلد دون بلد، وأضرب لذلك مثال: مثلا أذان بلال
ينتشر في المشرق والآن بمحذورة في المغرب، فهل هذا يعد من هجر حديث أبي محذورة أو هجر حديث بلال عند الجهة الأخرى؟ لا، هذا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله من اختلاف التنوع. أين؟ ليس من التعارض. الاختلاف قسمان، قسم يتعارض مع الآخر وقسم ليس متعارضا، وإنما الإنسان يأخذ بهذا ويأخذ بهذا ويضرب على ذلك مثلا أنواع التشهد وأنواع أدعية الاستفتاح. من هذا القبيل الأذانان المذكوران في سؤالك، فأذان بلال مثلا ليس فيه ترجيع، وفي أذان أبي محذورة فيه ترجيع، فنحن نقول بجواز الأمرين. بأيهما أخذ المسلم فقد أخذ بهدي رسول عليه السلام ونوره، لكننا نحن نرى أن يجمع تارة يفعل بهذا وتارة يفعل بهذا، فهذا أقوى سبيلا وأهدى قيلا. ولكن هذا غير واقع، بس هذا المشكلة. نحن شو واجبنا؟ نطور الواقع ونقربه إلى السنة. بارك الله فيك. هو هذا. بالنسبة لمثلا أظن شيخ الإسلام ذكر في الفتاوى في موضع أن من البدع هجر بعض الأحاديث، يعني مثلا تجد الإنسان لا يعمل بحديث تحية المسجد في وقت النهي، وآخر يعمل بعكس ذلك، يعني يصلي التحية ولو في وقت الكراهة. نعم نعم. ومثلا نوع من الأذكار لا يعمل به بعض الناس، قد تمر عليه الأحاديث ولا يعمل بها مطلقا، ونوع من الأذكار يتعاهدها باستمرار ويستمر على العمل بها. هل يعد هذا يعتبر من قبيل البدع كما قال شيخ الإسلام؟ أو أما أنا فجوابي هذا ليس له علاقة بالبدعة أو البدع، وما أدري أنت على يقين فيما نسبته إلى شيخ الإسلام؟ أي نعم. متيقن؟ والله ظاهر أني متيقن. ماذا الشيخ عالي فيه؟ أنا أظنك واهما، لأن ظني إيه؟ أن البدعة عند العلماء ومن أفاضلهم كما نعلم جميعا شيخ الإسلام ابن تيمية لا تكون بدعة إلا إذا أراد التقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كان الهجر الذي ذكرته والعهد على الناقل، نعم والعهد على الناقل، نعم إذا كان الهجر الذي ذكرته هو تقرب إلى الله عز وجل فهو بدعة. أحسن، وهذا بشيء دون شيء. أما مجرد الترك، لا هو مجرد الترك، هو أراد التقرب بهذا وترك ذاك. لذلك هذا الإطلاق من الكلام ما أظن أن شيخ الإسلام يقوله. لا، لعلي إن شاء الله أقرأ وأذكره لك برسالة ولا شيء. لا، ما أظنك تستطيع هذا الإجمال الذي أطلقته، وإنما لابد من القيد الذي قيدته. أي نعم، هو هذا، هو بالقيد هذا. لأنه سنقول، أنت تعلم أن المذاهب الأربعة، مذاهب أهل السنة المتبعة، يختلفون في بعض الأذكار والأوراد والأدعية، منها مثلا دعاء الاستفتاح. صحيح. الأحناف أخذوا بسبحانك اللهم، الشافعية أخذوا بوجهت وجهي، أهل الحديث أخذوا اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره. هل ينسب هؤلاء إلى الهجر وإلى البدعة؟ ما أظن أحدا يقول بهذا، لأننا ما نعتقد أن أحدا من هؤلاء الأئمة يتقرب إلى الله بهجر ما لا يفعله. أي الحنفية حينما يستفتحون
بسبحانك اللهم هو ذلك مبلغه من العلم. الشافعية كذلك، أهل الحديث كذلك، لكن أهل الحديث كما نعلم جميعا جمعوا بين أطراف الأحاديث كلها، خيروا المتعبدين المصلين بأن يستفتحوا كما قلنا آنفا في الأوراد والأذكار متنوعة، يفعل هذا تارة وهذا تارة، هذا هو السنة. والشاهد أنه يعني باختصار أنا لا أرى أن ننسب المسلم خاصة إذا كان إماما في الفقه أو في السنة إلى البدعة أو الهجر للسنة، لأن معنى ذلك أنه يتقرب إلى الله بمخالفة السنة، ونحن نبرئ من ذلك. لكن في الوقت نفسه نحن لا نداهن ولا نماري ولا نداري، فلا نقول أن الأئمة معصومين، فقد يخفى عليهم الحديث ويجتهد باجتهاد فيقع في الخطأ، لكن هو مأجور على ذلك. أما أن ينسب هكذا بأنه يتقرب إلى الله عز وجل بمخالفة السنة التي بلغته وقامت الحجة عنده بها، حاشا مثلنا أن يفعلوا شيئا من ذلك. الله عنكم ليس بهذا الأسلوب، وكلام الأسئلة اللي طرحتنا الآن هي تطلق من بعض الناس الأحداث، وكلامكم هذا يجلو الأمر ويوضحه إن شاء الله. وهذا قصد، أنا ما قصدت من وضع السؤال. عفوا أنا ما أتكلم عن قصدك. إيه لا لا أنا أرجوه، أنا أتكلم على الإجابة على السؤال. نحن بارك الله فيك نقول دائما حينما نسأل عن سؤال نحن نجيب الجواب على قد السؤال، على قدر السؤال. نعم. أما ما في نفس السائل فهذا لا يعلمه إلا أعلام الغيوب، ما في شك. فنحن ما نتكلم عن المقاصد، ولكن وإنما نجيب على السؤال. ولكن أيضا إذا تيسر اللقاء مثلكم ولقائي أيضا مع مثلكم وكان هناك أمور في الساحة يحملها بعض للطلاب العلم، أحسن أن توضح مثل هذا السؤال تطرح ويسمع الجواب. هذا صحيح. نعم هذا هو قصد، ومثله كثير، وجزاك الله خير. نعم، وهذا قصدنا من هذه الأسئلة، وجزاك الله خير، اللي مرت الأربعة كلها ترى من هذا من هذا الباب. نعم، من هذا الباب، من باب رفع هذا الإشكال. جزاك الله خير. شيخنا حفظك الله، بالنسبة لسؤال فضيلة الشيخ صالح، السؤال الأول حول هجر بعض الأحاديث أو بهذه العبارة، ما هو مكان كلمة الإمام الترمذي في آخر كتابه العلل لما قال جرى العمل في هذا الكتاب أو العمل بكل الأحاديث في هذا الكتاب إلا أربعة أحاديث، فذكر منها الجامع بين الصلاتين وإذا شرب الرابعة فاقتلوه وهكذا، فأين مكان هذه الكلمة من ذاك السؤال؟ أقول جوابا عن هذا السؤال، أولا كما تعلم الترمذي لم يستعمل كلمة الهجر، صحيح، وإنما يقول في كثير في أكثر الأحاديث وعلى هذا العمل. نعم صحيح. لكن هذا النوع قال ليس عليه العمل، لم يجري عليه العمل، هو هذا صحيح. فشتان بين هذا التعبير وذاك التعبير. نعم صحيح. كما ذكرنا بالنسبة لتعبير الحنفية إذا تعارضا تساقطا، وبين تعبير الحافظ بن حجر العسقلاني وكل الأمر إلى عالمه، إذا عجز أن يوفق بين حديثين ثابتين وكل الأمر. هكذا هناك فرق بين ما نقله الأستاذ صالح آنفا عن بعض من يقول بهجر بعض الأحاديث، وبين أنه لم يجري العمل كما هو مذهب الإمام مالك، يعني في كثير من أحاديث أنه لم يجري العمل عليها، عمل أهل المدينة. أي نعم. أما الجواب الثاني بالنسبة لما ذكرته وما أشرت إليه من كلام الترمذي في سننه، فأنا أقول هذا حسب ما بلغه من العلم، ونعود لنذكر والذكرى تنفع المؤمنين، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء،
والإحاطة بمذاهب العلماء وبأقوالهم أمر صعب جدا جدا. ولذلك صرح الإمام الشافعي رحمه الله في بعض كتبه ولعل الكتاب والرسالة أنه إذا جاء الحديث صحيحا وصريحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجوز لأحد أن يترك العمل به لأنه لم يعلم أن أحدا عمل به. فعمل الرسول وتشريعه له عن الله عز وجل يكفي حجة للعمل به. وهذا سببه هو صعوبة الإحاطة بأقوال العلماء. ومن هنا نتدرج لنصل إلى البحث في الإجماع الذي اختلف فيه العلماء اختلافا جما، وبخاصة الإجماع الذي يكون منكره كافرا. فهناك كما تعلمون يعني في كتب أصول أقوال كثيرة جدا جدا، والذي يهمنا في هذا الصدد هو قول الإمام أحمد إمام السنة حين قال: من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعلهم اختلفوا. رأيت الإمام كيف يتكلم كلاما له وزن العلم، وما يدريه لعلهم اختلفوا. ولذلك أنا في علمي أصح تعريف للإجماع هو الذي يساوي ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكر هذا المعلوم من الدين بالضرورة فقد كفر. أما مسألة علمية فقهية تتابع العلماء على القول بها دون أن نعلم مخالفا لهم، هذا لا يقال إنه مجمع عليه. هذا إذا أردنا أن نأتي بعبارة أقرب إلى الواقع نقول متفق على العمل به، أما أنه أجمع عليه وليس هناك مخالفة ومن أنكره فقد كفر، هذا بعيد عن الصواب جدا. ومن هنا كان كلام الإمام أحمد المذكور آنفا رائعا جدا، ويلتقي مع قول الإمام الشافعي وهو من شيوخ الإمام أحمد أن الحديث حجة بذاته ولا يتوقف العمل به على أن نعلم من عمل به. هكذا هذا الذي نعلمه وفوق كل ذي علم عليم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. تشربون باردا أم شايا أم ماذا؟ لا أبدا، نحن شربنا من العلم واستفدنا منك بارك. نعم، لا يقول قائلهم ما قال لا إلا في تشاهده. لابد من شيء. وفي الحديث نترك الأمر للشيخ علي. وفي الحديث الذي لا أصل له أحسنت. من زار حيا ولم يكرمه فكأنه زار ميتا. تكفينا لا أصل له. فماذا تختارون بارك الله فيك؟ يلا يا شيخ صالح. أبد البارد أحسن من الحار. يلا بسم الله، هذا وقته. نعم. سبعة ثمان. السلام عليكم. بعتونا هنيك وراء المكتبة ثمن بارد. السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله. أهلا وسهلا، حياكم الله يا شيخ. على الرعفة والساعة. الله أنسنا بهذه الساعة. أنسك الله. مباركة. الله يبارك فيك. نحن الحقيقة كان عندنا التلفون القديم. إيه. ولما وصلنا هنا إلى عمان اتصلنا وقال إنه تغير. صحيح. وأخونا الشيخ علي نلتقينا نحن وإياه في مناسبات كثيرة. ما شاء الله. فذهبنا إليه وسلمنا عليه وقلنا له أهلا مرحبا الشيخ، يعني نحب أن نلقاه وأن نستفيد منه وأن نحظى بهذه الزيارة. الله يجزيك الخير ويبارك فيك.
وأحسن الله إليك بحسن ظنك بأخيك. جزاك الله خير. الله الحمد لله. نعم ما شاء الله ما شاء الله. شيخنا الشيخ صالح السدلان حفظه الله يعني من المحبين والحريصين أي والله ولا نزكي على الله، والذين يعني يركزون على المواضيع كما يقال مواضيع الساعة، هذه قضايا مهمة حقيقة شيخنا. أي والله، فنسأل الله أن يبارك فيكم وفيه وفي جميع مشايخنا وأساتذتنا. أي والله اللهم آمين. والله الأمر اليوم يعني نعيش في فتن مختلفة جدا، ونسأل الله أن يعيننا وأن يمدنا بمدد من عنده. يا شيخ ناصر الفتن على كل حال خطيرة وضارة، ولكن أخطرها إذا كانت بين طلاب العلم. صدقت، هذه الخطيرة جدا، هذه ظاهرة في العصر الحاضر يعني قوية. نعم مع الأسف الشديد، وهذا أنا أعلله بشيء يا أستاذ، ما أدري هل توافقونني عليه. كنت أقول من قبل، أول نشأتي العلمية، ولعلك تعلم أن نشأتي كانت شاذة، كانت شاذة، يعني ما طلبت العلم على العلماء كما هو الطريق المتبع والطريق الصحيح، أن يأخذ من لا يعلم العلم ممن يعلم وهكذا. لكني وجدت نفسي أعيش بين ناس يعرفون عند الجماهير بأنهم علماء، وأنا هديت بفضل الله عز وجل علي منذ نعومة أظفاري كما يقال إلى السنة، وبدون موجه إلا هو رب العالمين تبارك وتعالى. فما أنني بدأت طلب العلم على الطريقة المتبعة، أولا من والدي، فإنه كان من شيوخ الأحناف المعروفين في بلده، ثم في موطن هجرته وهو دمشق، ثم أيضا درست على أحد مشايخ هناك بعض ما يسمى بعلم الفقه وهو العلم التقليدي المذهبي، وما يعرف بعلوم الآلة من مثل النحو والصرف. ثم وجدت نفسي بقصة طويلة لا نضيع وقتكم العزيز بشرحها، أنني شغفت حبا بالسنة وبدون موجه كما ذكرت آنفا. فالقصد أنني بدأت أدرس السنة لوحدي، وكان هذا شيئا متعبا جدا، لأنه لا بد في كل علم من موجه ومدرب ومعلم وإلى آخره. لكن فيما بعد تبينت أن العلم الذي يحصل بالجهد ليس كالعلم الذي يقدم لقمة سائغة، والمقصود أنني استمرت في هذا النهج، وسبحان الله ذهب عن بالي ما كنت أريد أن أصل إليه، الغاية الغاية. نعم نعم، لعل الله عز وجل يذكرني. أنا أقول لك شيخنا، تتكلم عن تأثير الفتن والشباب وطلاب العلم. الآن ذكرتني، جزاك الله خير. بلى، بس أنا عم أخطط لشيء. فلما هديت للسنة، وكما ذكرت في أول الجلسة، هدتني السنة إلى التوحيد الذي لا أعرفه في الجو الذي كنت أعيش فيه. تلاحظ هذه ملاحظة معي،
وأذكر جيدا والدي رحمه الله كان يأخذني إلى مسجد بني أمية، لأنه من الأفكار القائمة لديه بسبب ما يوجد في حاشية ابن عابدين أن الصلاة في مسجد بني أمية 70,000 صلاة، أكثر من مسجد الحرام. وفيه لعلك ذهبت إلى دمشق، ذهبت إلى دمشق؟ لا إلى الآن ما ذهب. في هذا المسجد قبر يحيى عليه السلام كما يزعمون. لما هديت إلى السنة عرفت أنه المسجد الذي فيه القبر لا تجوز الصلاة فيه، فامتنعت. وكان هذا من أسباب الخلاف بيني وبين والدي، أيضا في قصة طويلة لسنا في صددها. الذي أريد أن أصل إليه أن ذكرته لكم مرارا وتكرارا، في غمرة هذا التوجه إلى السنة والتوحيد واطلاعي على ابتعاد جماهير المسلمين عن التوحيد، كنت أظن، هنا بيت القصيد، كنت أظن أنه آفة العالم الإسلامي هو جهلهم بالتوحيد، وأنه يصدق على الكثير منهم قوله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لكني مع الزمن مع الزمن تكشف لي إلا أخرى، وهذا هو بيت القطين الآن، وفساد الأخلاق، فساد الأخلاق. لأننا نرى كما ذكرت آنفا طلاب العلم يتخاصمون ويتنازعون وإلى آخره. ما هو السبب؟ لذلك أنا أقول لإخواننا، وأظن علي يذكر هذا جيدا، في صحوة علمية لكن ما في تربية إسلامية. تذكر هذا جيد. لذلك مشكلتنا الآن أننا بحاجة إلى تربية، وهذه الملاحظة هي التي إذا صح التعبير أوحت إلي. يصح هذا التعبير؟ أوحت إلي. أوحت إلي. ما دام ربنا أوحى إلى النحل فيعني ممكن من هذا القبيل يعني. أوحت إلي أن أقول دعوتنا يجب أن تقوم على أساسين متينين جدا: التصفية والتربية. التصفية والتربية، تصفية الإسلام مما دخل فيه ما يتعلق بالعقائد وبخاصة بالتوحيد، ما يتعلق بالأحاديث الصحيحة دخل فيها ما ليس منها إلى آخره، الفقه أيضا في أشياء ليست من الفقه بسبيل إطلاقا، هذا هو التصفية بإيجاز. أما التربية فبحر لا ساحل له. ولذلك يجب أن نهتم بهذا، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على أن نقوم بما يجب علينا جميعا من العناية بالتصفية والتربية. تفضلوا. يا شيخ ناصر، لو أرد من باب يعني التبسط معك في الحديث، تفضل. لو أردنا أن نناقش ما قلت من ناحية أنك لم تتعلم على مشايخ التعلم التقليدي، لو أردت أن أناقش ما سمعت منك فقد لا أسلم بأنك تعلمت على المشايخ، لأنك أولا هذه جميلة جدا شيخنا. فأولا، ما هو الجميل من الجميل؟ ما شاء الله. فأولا القرآن الكريم تعلمته على ما علمك إياه. نعم هذا صحيح. ثم مبادئ العلوم تعلمتها. ثم إن والدك من المشايخ، من طلاب العلم. وإذا كان بعض الناس يحتاج إلى أن يتعلم على المشايخ مثلا درجة 100، أنت كفاك أن تعلمت درجة 20، وكان عندك من أو التوفيق من الله جل وعلا والذكاء أن كفاك هذا، فشققت طريقك. على كل حال، وما بكم من نعمة فمن الله.
وهذا تعليل لطيف. والله صحيح. تعليل لطيف جدا. أنا أذكر من المناقشات، لأني يا شيخ أنا وكنت طالب في الكلية وأسمع الذين يقولون في الشيخ ناصر الدين الألباني يقول إنه ما تعلم على مشايخ فلا تأخذوا عنه كان يعني وكتبت في كتب أليس كذلك؟ كذلك رأيتها في كتب. نعم نعم. ورأيت يعني بعض حتى بعض كتب كلام بذي جدا لا يقال في مثل هذا المجلس. أي نعم نعم. ولكن الحمد لله يعني تواحد من علماء المسلمين وفقت ووفقك الله وشققت طريقك الذي يعني اخترته بعد توفيق الله الحمد وخدمة السنة وما قمت به من عمل، نسأل الله جل وعلا أن يثيبك عليه. اللهم آمين. وما بكم من نعمة فمن الله. جرى بين يا أستاذ وبين أحد المشايخ هناك مناقشة خلاصتها كنت قصدت رجلا من هؤلاء المشايخ وبين يديه طالبان أو ثلاثة يدرسون عليه، فدخلت عليه وسلمت عليه، وكان طلبه لي هو من أجل إصلاح الساعة، في عنده ساعة وطلب مني أن آتيه لأنظر فيها لعلي أعالجها. فلما دخلت عليه وجدت عنده حلقة علمية فجلست جانبا عن الغرفة، فكأنه تعمد اختصار الدرس وقال، وسبحان الله كنت أنا بعيد عنه جدا، كنت عند الباب وهناك مع الحلقة، قال بلغني أنك أنت تجتهد وتخالف المذهب. قلت له مثلا؟ قال أنت تقول بسنية رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، هذه يعني من المسائل التي كانت تقوم بيني وبين مشايخنا. قلت وماذا في هذا مدام صح في الصحيحين وفي السنان والمسانيد، وكما يقول الإمام الزيلعي الحنفي عن أكثر من 15 من أصحاب الرسول أنهم رأوا الرسول يرفع يديه عند الركوع ورفع منه، فماذا علي إذا أنا فعلت في هذه الأحاديث؟ قال أنت لا يجوز، أنت لست أعلم من الإمام، الإمام يقول السنة رفع اليدين فقط عند تكبير الإحرام. فبدأت أنا أناقشه، الشاهد ماذا قال لي؟ قال أنت لا يجوز أن تختار من مذهب إلى مذهب حتى تجلس بين مجالس العلماء بركبك هذون وتحطمهم بجلوسك بين يدي المشايخ، وبالكاد أنه يجوز لك أن تقول أنا أرى هذا الحديث صحيح ويجب العمل به. وقلت له يا شيخ الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي وهذا صحيح، وماذا علي لو فرضنا أنني أخطأت مع الإمام الشافعي مع الإمام مالك مع الإمام أحمد، فهل أنا أؤاخذ؟ ورويت له قصة، وهذه نكتة تذكر في كتب تراجم بعض أئمة الحنفية المتقدمين، شو اسمه هذا البلخي أبو يوسف ولا إيش من عصام عصام البلخي له ترجمة رائعة جدا. قيل له أنت ترفع يديك عند ركوع ورفع منه، هو حنفي ومن تلاميذ أبي يوسف، وإمامك يقول أنه هذا خلاف السنة وهو مكروه، قال وحقيقة النعمة ما قال، قال يوم القيامة حينما يسألني ربي لما كنت لا ترفع يديك، فإذا قلت له أنا تبينت لي السنة وتركتها لقول إمامي ترى ألا يؤاخذني؟ ويؤاخذني إذا أخذت بالسنة وترك قول إمامي. مقولة، الله أكبر، قول جميل جميل جدا.
لكن ما ران على قلوبهم التقليد يا شيخ. الله أكبر. نعم تقليد. ران على قلوبهم التقليد. شيخ صالح أظن لكم كتاب التقليد أحكام التقليد أو شيء ولا أنا وهمان؟ لا ما عندي كتاب هذا بهذا. أنا عندي كتاب القرائن وعندي كتاب عن الائتلاف والاختلاف أسباب الائتلاف والاختلاف هذا اللي ممكن لعلك تعني هذا ممكن. جميل. على كل حال يا شيخ وهذا مطبوع الحمد لله الصحوة الآن شاملة وعامة والحمد لله واقتراب السنة الناس إلى السنة وطلاب العلم يعني هم أكثر من أي وقت مضى الحمد لله الآن. هذا صحيح. يعني هذا يعني ظاهرة وملموس. لا شك. وتركهم المذهب إذا ظهر لهم الدليل هذا الحمد لله ظاهر. نعم. نحن ذهبنا إلى بلاد الروس بلاد الروس بعد الانهيار. ما شاء الله. إيه نعم. طيب. ووجدنا مساجد يسمونها مساجد الوهابية داخل روسيا مع تحفظها وتشددها. ما شاء الله. ووجدنا فتاوى شيخ الإسلام وكتب ابن عبد الوهاب وكتب ابن القيم وكتب كثيرة وبعض كتبكم أيضا وجدناها هناك. وقلنا كيف دخلتم بها؟ قال يعني يأتي بها الحجاج إلينا. والمساجد الأخرى يسمونها مساجد المتعصبين. الله أكبر. نعم. الله هذا أكبر. هذا فضل من الله عز وجل. ولعلكم تسمعون عن شيخ اسمه عبد الولي. وين أين هو؟ هذا عبد الولي هذا من في وادي فرغانة في أوزبكستان. لا أنا ما أذكر. نعم. هذا الرجل حريص على اتباع السنة. ما شاء الله. ورجل مطاع في قومه. ما شاء الله. نفع الله به. وذهبنا إليه في مسجده في مرغلان. في وادي فرغانة. ما شاء الله. وادي فرغانة فيه المساجد 40,000 مسجد. ما شاء الله. وادي فرغانة والجوامع كثيرة من بينها لكني أنا ذهبت إليه في مسجده. نعم. وقالوا لنا بأنه يصلي فيه 12,000 مصلي يوم الجمعة. ما شاء الله. دخلنا إلى هذا المسجد المسقوف منه قليل لا يسع إلا يمكن 3,000 والبقية كلها ساحات مكشوف يعني. نعم. ويأتي المسلمون من كل مكان لهذا المسجد وفيه مطعم وفيه محل لحم بيع اللحم الحلال وفيه كذا وفيه كذا. لكني طلب مني أنا أن تولى خطبة الصلاة والخطبة فخطبت وصليت. جميل. وانتظرت البدع التي أراها في المساجد الأخرى بعد الصلاة. أوه. وإذا هم بعد الصلاة يعملون كأنك في الحرم يعني من ناحية الذكر وعدم المبادرة للنوافل. أيوة. يعني يأتون بالأوراد يأتون بالذكر. أيوة. فتجدهم تسمع أستغفر الله أسأل الله أنت السلام وك السلام كذا إلى أن يكمل ثم يسبحون ثم يقومون يعني خلاف ما عليه الحنفية يعني. أي نعم هذا قصدي. وماذا؟ ثم يقومون للنافلة هذا قد بدأ فيها وهذا انتهى منها وهذا سيبدأ. ما شاء الله. يعني ما يقوم في آن واحد. ما شاء الله. فذهبنا إلى الشيخ عبد الولي كيف طوعت هؤلاء؟ إيه؟ قال والله طوعتهم بأني أثبتت وجودي عندهم قبل وكنت في قضاء حوائجهم والسعي في مصالحهم. ما شاء الله. قبل أن أقول لهم هذا بدعة وهذا سنة. جميل. وأثبتت وجودي في حل مشاكلهم. جميل. سنين مضيت على هذا ثم بعد ذلك بدأت شيئا فشيئا حتى يعني رأيتهم على ما هم عليه الآن. ما شاء الله. ولي يعني صديق يقول أنه مثلي في هذا تقريبا مسجده يشبه مسجدنا. ما شاء الله. يبعد عنا 200 كيلو أو ما يقارب ذلك. أوه. فذهبنا إلى هذا المسجد وكان في طريقنا وصفه لنا فوجدناهم يعني قريبا منه ولكن ليسوا كمثله يعني مساواة. فهذا الشيخ عبد الولي ذهبنا إلى مؤتمر المؤتمر الثاني لبلاد ما وراء النهر اللي تقيمه وزارة الشؤون الإسلامية فكان فدعيه هو إلى المؤتمر. جميل.
جميل. دعي للمؤتمر، ولما وقعت قدماه في مطار موسكو اختطف ولم يعلم عنه حتى اليوم. سبحان الله. نعم. الله أكبر. نعم، وكان مجاهدا في بلاده، هو مجاهد برفق. هذا منذ كم سنة هذا؟ الآن أنا راح منذ خمس ست سنين تقريبا أو خمس سنين. وأنا أسأل الآن هل عبد الولي رجع؟ هل رجع؟ يقول ما رجع. ما رجع. الله أكبر. إن كان حيا فك الله أسره. نعم. وإن كان لقي ربه فإلى رحمته. نعم. تبارك وتعالى. وجدنا شيخا مسنا كبيرا يبلغ عمره 95 عاما، هو شيخ المنطقة هناك وشيخ لعبد الولي وعدد من تلاميذه. وعلى منهجه؟ على منهج عبد الولي، هو اللي درس عبد الولي. ما شاء الله. فأتينا إلى هذا الشيخ وجلست معه بعد العشاء. حسن. جلسنا. ابنه أكبر وأبنائه عمره 60 سنة. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. فقلت يا شيخ أنت ما شاء الله نشيط وصوتك وأنت كأنك عمرك 25 عاما. ما شاء الله. فقال والله سأجلس معكم نعم 25 دقيقة زيادة. نشطتني بهذا الكلام. ما شاء الله ما شاء الله. فالرجل متبع للسنة و يعني تلاميذه أوجد مسجدا في، وأنا ما حمدته على هذا الحقيقة. قال أحناف المتعصبون أتعبوني، فأنا قلت لتلاميذي تصلون عندي، وتلاميذي يبلغون 100 أو أكثر. فأنا والله قلت لو يعني ترفقتم ورفقتم على ترفقتم بمتعصب الحنفية وصليت معهم، أنا في رأيي هذا أولى من أن تجعل لك مسجد منعزل عنهم. لكن كان هذا رأيه وجلس معنا وهو شيخ، لكنه ذكر الطرق أيام شدة الشيوعية. يقول إن الشيوعية تطاردنا وتحرق المصاحف أمامنا، الله أكبر، وتطارد كل من يدرس القرآن والسنة، فيقول نوزع الطلبة في بيوت أهليهم، يقول لا تدخل لا تخرجون أنتم، نحن نأتيكم، يأتيكم المدرس، والمدرس ليس له وقت محدد عشان يداهمونهم بيوتهم، فمرة يأتي المدرس آخر الليل. تمام. ومرة يأتيهم في أول الليل، ومرة يأتيهم بعد الظهر. ما شاء الله. يقول فنجحنا بهذه الطريقة رغم أنهم يطاردوننا. هنا يقال الثواب على قدر مشقة. نعم. إيه. وسجن أكثر من 20 سنة. الله يجزيهم الخير. الله المستعان. الله يجزيهم الخير. يعني الحمد لله. قصدي من هذا الكلام أن أبشرك بأن الصحوة والخير أنه في كل منتشرة. مكان. نعم. منتشرة في كل مكان. وأين تذهب تجد السنة والحمد لله. ما شاء الله. أين تذهب تجد السنة وتجد كتب المشايخ اللي أشرت إليها وكتب الشيخ ناصر وكتب المشايخ الحمد لله هناك. ذلك الفضل من الله عز وجل. ونسأل الله أن يتمم النعمة على الأمة. الحمد لله. بتربية. الحمد لله. بالتربية. نعم بالتربية. وبتحسين الأخلاق. أنا شيخ ناصر من المتفائلين الحمد لله. الحمد لله. متفائل والحمد لله. صلينا في مسجد من هذه المساجد في الأحناف. فجئنا وقلنا وسلم علينا الإمام، كان يعرفنا من قبل، وقال إذا تكلمتم بعد الصلاة فإن شاء الله أنا سأترجم لأن أتكلم العربية. فأسمع، كان علينا ثوب، أنا علي ثوب بدون أي شيء آخر. سمعت. هل أفهم من قولك أنك كنت حاسرا؟ نعم. لما؟ ستسمع. طيب. يعني فهناك شيخ كبير بجانبه شخص آخر. طيب. قال يعني الاثنين كافر كافر كافر. أعوذ بالله. كافر. أعوذ بالله. يعني ليش ما يغطي رأسه؟ نعم. فالإمام قال تفضل. قلت لا يا أخي هذا يقول كافرا، فما نريد أن نتجابه مع الناس، خلينا ننتظر الشيخ اللي هو شيخكم كلكم سيأتينا هنا، وبعد أن يصل إن شاء الله نبدأ معه. فجاء الشيخ بعد دقائق وهم جلوس وما بدأنا نحن بشيء، وقلت هذا ما قاله بعضهم ولا نحدد أحد، لكن نريد أن تترجم أنت يا شيخ ما أقوله أنا. كويس جميل.
فبدأنا بأن المسلمين إخوة ومتحابين وبينهم كذا، وأن الأعداء يدخلون بينهم، وأن كذا وكذا، وأن بعض السنن يعني ربما يظن بعضها يجعلها واجب، وأن الإنسان إذا أخل بشيء من السنة كعطاء وإلى آخر. تكلم في هذا الموضوع جميل. ونحن إخوانكم من مكة والمدينة ونحبكم وأتينا إليكم ومعنا الهدايا لكم، هل معنا ساعة المسجد ومعنا كتب لكم ومعنا مصاحف، فيعني المفروض أنكم تفرحون بنا وتستقبلوننا، ونحن مثلكم الحنابلة أيضا نقول بأنه يغطى الرأس، لكن نحن تركنا لأن ما تركنا ما وجدنا غطى. فاللي قالوا الكلمة طلبوا بواسطة المترجم أنهم يعني يسمع يسمح لهم، وأنهم قالوا هذا تعجل و لا يقصدونها وإيه من هذا الكلام، وتسامحنا وسلم بعضهم على بعض وانتهينا. فرصة طيبة يا شيخ، أطلنا عليك الجلوس. طيبك الله، أحسنت، بارك الله فيك. أهلا مرحبا بك، سبحانك الله مو بحنك صلى متأنسون بكم، جزاكم الله خير، أمكثوا زيدوا بالفضل، بارك الله فيك يا شيخ. أنا وسهلا الله يا شيخ، والله فرصة طيبة يا شيخ، بارك الله فيكم، جزاك الله خير، كرمتمونا الله يجزاك خير وجزيتم خيرا كبيرا، الله يسلمك، وأهلا ومرحبا، الله يمتعك بالصحة والعافية، الله يعافيكم ولكم خير من ذلك، الله يجزاك، وسلامي إلى المشايخ هنا إن شاء الله تعالى، وأهلا ومرحبا، بارك الله فيك، أهلا. صالح، هذه كتب الشيخ التي لا تزال مخطوطة، هي مشاريعه كل هذا الكشكول، هذا ما شاء الله سطر طويل خالي، هذا اللي ما زالت مخطوطة، هذه خطي من مكتب الظاهرية، نعم ما شاء الله، كنت أنسخها من مخطوطات، تجدها أوراق مشكلة، وأهلا ومرحبا، الله يحفظكم يا شيخ، أهلا مرحبا يا أخي، جزاك الله خيرا يا شيخنا، الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا، أهلا يا مالا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.